الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب الرئيس محمد علني أنت كلك كان يوصل دي على شيء أنت كسوق قيب كشيء ووقت وذا قانق أه كيمتي يبغى صوم على النواء يودن يد يسود وين بله إن الإسود ويسام إشرفتا وين كلام هل علني بعد التحية حبا وهو واحد حسين إنسان ناس وطن كي ويراسل عن أبوالكو تدخل كسيو مشي كران وقف من البكاء كي يصير عن أبوالكو إلى وحكت الماء ذلك أن صوماليا وهو وطن ما القيمة بدن كي الله ما القيمة بدن كي الله وبوندو استراتيجيكو سرتيش بوند أما لوكيشن أما أريا كويا لوية وحنا نقول فرح سنة حينين بو قريشي وقت المامي وحنا يرون كيامو وحنا نقول هو حيوات علي لما بلاد بو نحيامي عنو هو لما بلاد بو حيستا ومر عالمية وآل مشكور بلاله وحنا يرون لما بلاد بو نحيامي كيامو حتى يمن هذا كتما دو أو واحد كش شيء على أمر عاد على قد ذيهين وده كان وحي كتم بيانا وأمر ما كاسم بدوي وحي لو ده كي يقول لا دي ما دو رحية دين تا إسلام كا أو حد دي وإن ما هو رئيسة إيه دبر كان وحي ما دو أو وكبر عمر يدين كريستن قف قف كل حجرا معاني معناه وحوي وده كان نوع عاسة يا مولانا هذي وأنا كان قيمة بلية هاي أنت وحدة وحاشة كوتشي الأوروبا خيرات آل فربان وآل فربان وأنا كان بلية ووحكا ستا وأدونكا لغاها ديو سامي حب بدن كله إنه ما إنه نقال لكن والله باري والله باري تشري دابا لما شاك شاي ما أنت أنا هو صغير كهاي وآبي يراي ولو سنجري كم بنيه بحال كي لورن جيري شيدان بارا يا جوغي اكزاكتلي و سو راه با فكرو نيكا بحال كي لورن جيري حق بلا وحان دي جيري جيمس وي وا جي ام سي بابور حق بلا و خلص يا بلا حق لا ودا او شيدان بارا سام و ما قدريني معنا حوي وطن كان اننا و خوير لكن وطن ريج اه او هلنا يينو كنا الله وين بدو انت اللي اكتا هايو تراد يدو اللي اكتا هايو صدح كون يا صدح بقول وكيلو متر قادة مركا ساس قولي هاي الرسق بها بدا كنت ينسم والرسق بي بدو ليه بدا حرفت ولا حدي سئم يلو ايو واكلا رسق بليه انو واكلا عرسين يدو كسا كسا ريسم عمرالا ايو بحر كين لورن جري ميشا يكو يلان بدو تدك يقالنا هذا أن هذا بلوغ أي مسارنا هاي إن الدار تهي كل يوم أو ذي إنتي أنا وش كان رزق ولا أو عارم سب وحدت كي يقرنا هو محي عارم كوتا متى تنو آت بي كوري نقطة هاي شو ميان كوري البلوغ بي كوتا الله ويكم أسباب بلنتا متى كنا وكر رو بلنتا هاي وكه هو بلنتا هاي وحوي مرجع عصبته السيارة هذا نقطة وحد يكنا كيد بدر بدر كنتي رأينا يديني كنا مركا وآر بطو بطا سوكرا وقلونا ساسيو كلا رزين معنى بط دير وآر لنا وإنو كنا الله ودن كانوا مركا سينا وغدا نوي وحان ربا مركا قلقا خلقا أو سيلاسا أو سوماليات أو استراتيجيكا وحا اسكالا ضدك سوسو الله محادد كان لو يغاني انتينا حرومين وحرية دقالا بوغاكتا لغوري دادك أخريا حتى أخريا وحي دادك سوماليا كوشي إغان داد جيسيا أو آل إي آل أكر سوري بلام أو نكستو أعدانه تلي أوليه وحما يابان حي دادك أسعى وحبا أغيرو إبحاني مالا لهينو
أنو واحد ربي ربي كوي إلى السعودية قب كود واحد أنو ربي مو ربي exactly دتك بوقار تخرج كسر أو بوقار كأنه أيوه سو لوت المامي قف كسر مالك أما لوت المامي سيدا بيعي مركي محروني وأنو دولة قمري الدنيا قب كاس يا وحاس أنو شيء إنه يا ودنيتي إنه وجرتي وحين ولن من في الفرعون عادوا سيادة أو أدموتو ودنيت كرسوني بغله لكن أدموتو حبت أدون كتالي إطار كأن إلي سنعى الله سبحانه سومالي بان رادني مني بان رادني سومالي وين بان رادني في الفرعون يسكتوني يا ودنيت حبا بينك رادني سيبنا ما مركا وحنا راك إنه فرات نهاية وإنه عبسي وليس أن نهاية كسكو أنت أصور السورس هي خيرات أي نولا نهاية كسكو وقتي وحنا ضت مركا إنه اعتماده ومضى الصومالية أو سلاسة أو ضد كتاب كوينة أو جيس جاء أو كبر كبدن أو أنه دكتور سوريسي هذا إنه يقبضه ومداس حوكيدة إلا فرق ليو ومد أنه لغدقه لدقي كرو ومد لدقي كرو أفكاس سيوالو أدقيني أنه تيمبر تيمبر إلا لغدقه ومد لدقي كرو لربين كرو إلا لغدقه حقيقة وحوية وحنتا بجنوي حدي مركا عيد عدو ومد لقن كيدي إن وحنا قبدلو أما سيلو فرنجليو نحرك إيا واحد عا واحد ويا داد كاس حارق اسكو حرا حبكت أسو حيسا يالا قوية حبكت أسو حيسا يالا فرنجليا أولا تابتا إننا مركا هدين وصوالنا هاي واحد اسو كيان هيا صدح واحد أقومهم سنا أما أقومهم سنبا marka ugu horeysa gobol kasta inuu kan yido way u fadhiina umadaas xusuu oo isleh dhaqan iyo diin iyo cod iyo muqaal midna aan ku kala duwanayn oo isdiiday oo homogeneous oo hal raas ah hal rais ka soo jeedo Soomaali la yiraahdo dadka Soomaalida si kale u dhigdhiga Soomaaligu wuxuu la mid yahay hadii la yiraahdo qofkaas waa Soomaali wuxuu la mid yahay Oromo wuxuu la mid yahay Kikuyu wuxuu la mid yahay Kalenjin macnuhu sidaas weeye khaase reer Soomaali la yiraahdo oo homogeneous oo isu eeg oo isleh oo cod iyo diin iyo muuqaal iyo si walba ka iska leh iyaduna waxa weeye marka taas waa wax isku keenaya yahay marka haddaynu kala duwanahay waa ku kala duwanaan lahay wax badan waxaynu iska lahayn inaynu dal lamid ah aynu leenahay oo dal iyo dhulk iyo ciid inaga dhexeeya aynu leenahay waxaynu iska lahayn diin mida dad muslimanahaynu kulligeenahay oo diintooda haysta oo diintooda ku dhegan maanta runtii waana la farageliyey runtii waana la burburiyey aniga saas waana la burburiyey karakteristikadii aan soo sheegay oo aan lahayn iyo inaynu adag nahay iyo resourceska inagu jira iyo in nala maamulo oo aan maamul dad lala dhaqmi karo sida in the eyes of the marte super powers let me say dad la dhaqmi karo inaynu noqono xaqiiqdu sidaas buy waxaynu maraynaa oo joognaa haddaynu dal nahay dalkeenni intii reer aan haynay inay sii kala furfurmayso dalkeenni inuu kala googo'ayo waxaynu soo marnay maalmo aynu maaragtay ka fakarayna wax ka badan intaynu hadda joogno waxaan maraynaa inayna soo marto magaalo Hebron maan u dhalan waxay sharaba dhagiina marra ma ku maqashay magaalo Hebron maan u dhalan waxay sharaba oo inta magaalo Hebron hadaad ka baxdo magaalo Hebron inuu difaacayay intaabay xaq u noqonaysa marka
مثل مجال هبله ويعلو بيش مجال هبله هيسربه ينو مرينا إلى إنه منا هاي وطن منا هاي بيده ولا قبر وريقه يوحان سيارغي ونبيه إنا أتكم مقشان أوتنا ده إلا يرهدو دادك أفصواريك أكوهد وروف يرسل دادك أفصواريك أكوهد محيطة محس ولا كالفوغانية ولا كالفوغينية وحوالي أفكا سنفوالة للا ماهانا اسكتان من هنوي aad iyo aad baa jirkay ugu daqanaya ergaas ereyga aanu ku nabaxay wixii soo maray burburkii waxa weeye dadka af soomaaliga ku hadlay oo yaa kale oo soomaaliga ku hadlay dadka weeye dadka af soomaaliga ku hadlay qof qof kaloo adduunka marto fara ku tirisaa joogta cid kale af soomaaliga kuma hadlay shacriya waa hagaag waxaa soo hartay diintii waxaan aad iyo aad uga xumahay dibad iyo banaanba inaan dadka masaajidadu ka dhaxayn tusaale wanaagsan dadka masaajidadu kama dhaxayaan masjidkaas ku tukan mayo kuwa saasaha jooga kaa ku tukan mayo kuwa saasaha jooga kaa ku tukan mayo kuwa saasaha jooga waxa la isku diidan yahay iyo waxa lagu kala fogayaa haddaad u fuursantana wax ku fadhiya maa wax ku fadhiya maa haddaad imaaraadka tagto laba masjid oo makarofonkooda aad maqlaysaa subaxii midna laga qunuud ka socdaa midna caaruse ka socdo wax muran oo ka taagan maalka kan iyo kan miduu galana ma kala jeclo innaga waxa weeye bal diinta aynu dadka kaga sarrayno oo kaga aqoon badannahay oo kaa iyo kaa ku diidnay masjid walba haddii aad gasho oo aad salaad u gasho masjidkii aad salaad u gasho isku si baa loo tukanaya waxa la waxaa diido qofkii cilmi iyo xisaab garanaya ma jiraan waxa weeye kan waxaan ku nahay ma galayo bishinka ma akhriyo bisinka mu akhriyo in bisinka la akhriya iyo inaan la akhriyo labaduba waa dhacda okay intaas in loo yahay waa muhiim weye bisinka in la akhriyo iyo inaan la akhriyo labaduba way dhacda wax looga weye waxa kaloo soo haray bisinku toddobada aayadood buu ku jiraa oo ka mid yahay qofkii aan bisinka akhriyo qof aan taa aqoona ma shiikh yaqaana ha sheego qofka aan bishinka akhrino faatixa ma akhriyo qofa faatixa akhrinuna ma tukan laakiin waa siraystuu ninkaan ku leeyahay wayna dhacday oo maxaad ku diidi isaga iyo ilaahay udaa soo kumuu tujin karo hadduu damco haddii ilaahay luminayo daalin uu yahay imaam aan wayse qabin soo kuma tujin karo hadduu doono isagoo imaama oo aan wayse qabin allahu istaw inta ku yidhahdo soo kuma miyaad adigu ogtahay salaadaadii ansax wey ninkaa muslim weeye waa kan masjid buu ku jiraa adigu xukunkiisa ma lihi xataa diintiibaa waxay nala marsiinayaa meel intaas waxay maraysaa diintii oo la marsiinaya wiil yar oo labaatan jira wiil yar oo labaatan jira oo inteenaan ina baabin kara oo wiilkaas ay ku jirto inuu yaa laayay gaal isaguna muslim yahoo jannadii tegayo annagana gaalo ilaahay naartii ku goraya ay tahay waa ayaan darowi waxaas waxa weeye wiilkan dad baa barnaamij kaa geliyay diinta islaamkana dadka la dili karo way cadho waa la yaqaan xataa marka mid la dili karo oo kuwii la dili karay oo diintu banaysay in la dila ah marka la dilayo weli axkaamta dhiman waxa weeye yaa dilaya isaga yaa dilaya waa arrin cad qofkaa qof buu laba dilay laba nin buu dilay ninka kaba haddeer buu laba nin dilay waa qaatil weeye waa la dili karaa soo maaha waaya yaa dilaya labadaa qof oo uu dilay labadoodii reerood haddii inta loo yeero la yidhaahdo ninkaas yaa loo galaa hadday daayaan waa la dayn haddii labadooda midu yidhaahdo hala dilo midna yidhaahdo hala daayo oo magha laga qaado kan magtaa la raacaya axkaamtu sidaa wey diintu sidaa wey marka kosiisamilija kan jannada inteenaa ku gelaya halkaas waxa weeye meeshaan marayno wey magacyay leedahay kan waa alhebel tan ka hadlayaa waxa weeye waa diin itixaad waa midnimo in itixaad la noqdaa waa diin islaamiga اعتصام واعتصموا بحبل الله ان نعتصم بالله واحد واعتصام وامحوكم به اصلاح الاصلاح بين والصلح خير
إصلاح ولا إسكربا لبيع دينها أنت الأول ده جو يا دين أنت لقتي يا محنك ورهلا دين تينا سلاس أيقول لي بعطي سنتا معروف هواي وحوربا سلاسين وقف ففتن إنه قليتن هذين مركب لقامها أما حرقة أسبوعها يا أمة وسلا ففتو أمة ده أسبوع هوايسا وحي أسبوع حمرته أو كم يدوده أو أشكر الله أو إلى رسته بركة حرق بحرق ماهي وأمد مركب سببته ومركب ماشى عين أمة تنالو مركب حرق بحرق إنه قام وعي واحد من أسبوع حمرنا ويري إسأل مين ويري هجواتنا نوتي يهون رفضيا وحال يردتك كم هلو هلو قرمضو عيدا ما إنو يمين وانا لاتشوغ عيدوك وحايس ويدين لمرك عيدا ما إنو يمين إيا أمضا إلو تمين دولت مينة ديكا تاريخ بني آدم كقوة انت الله سوكالي oo dowladnimo lagu fariisiyay oo ay u soo saxdo dowlada oo la ila waan ka tagaynaa waana ay shaqaynaa nabadii ku ku raaxaysta dowladina mana dhicin doonto waxa waa oo laga qabaana ma jiraan hadda ka soo baa dad ma walba in ciidamadu taga ciidamada amniga dad ma walba inay taga oo dadku intee isku jiraan laa dadku oo sidii ahaan jirtay isugu dhow waxa isugu jiraan sidii talyaaniga uu sameeyay 90 km bay isku jiray qofkii inta badan ciidan ka soo ku dego magaaladaas uu difaac ka galay oo dhulka intii si kale براوية جري مركي لقبته بقول إستاتن بيسو جراني بقول إستاتن كيلومتريا واردين هي هي لكان لو فيس كاس بجرا هي براوة وحر أوكي جري بوالا فنيا هي محاول حيا بقول إستاتن يحكم بقول إستاتن كاس كوانو سا ما يستاهي وحكرو تاوي مدارين تحدي لقى قبته مباحنا يا رب مقاچه قوان حربينا انتا ينشي غمي geed hoosti haday fadhiyaan ma baahnayaan nima ka sheegay diinta ma baahnayaan haday geed hoosti fariistaan oo maxay soo u baahanay magaalooyinkii bay joogaan magaalo walba ay joogaan markay joogaan waxa way cashuurti baa la qaadayaa meel walba cashuurti baa laga qaadayaa hebel cashuurta keen oo yaan u dhiiba ninka kuu soo galayo tayga gaduudan iyo jaakada madow qaba u soo dhig ima sheekh imaana qaban karo kuu dhaw hawl lagama qabo gacantu ila saaraya exactly wax jira sida uu ha waa nooca waxa weeye ma fiir ummada noocaas hoos sida leh oo cashuurta qaadanaysa oo sida ah dadka inoo joogaana sida uu inaan marka cidan xorayn karin inaan inagu isxorayno maahane halkaasi aanu joogno inaynu intaa isla garanno wey ummadda soomaaliyeed marka maxaa u bannaan halkaasaa dalkeennu jooga ha ku raaxaysanina waxa weeye waa la xoreeyey waxba lama xorin waa mahadsanyihiin ciidamada noo soo gurmaday waa mahadsanyihiinba dadaalkooda وما تسيهن إن إليك بحيان لكن حبيراته كما في الله إن هلك أشكالا إن إنت الودي من عرب بلوغة ومعرب كبه بغي نبات كبه بغي سورة قلبها نوانا نعيش محال الرب أمرك وحال لما مرمانا إن إنه أغانه أما صوماليا وعالكي بلوغاها أبا بانايا إنها انتهى الجنة وأحيا وضني وأني روك عيوك لأوكعة وأستالة يا حرين إنها أما حقيق نوحوي وحنفسه دعينا دلعان
هدينا سيدايين وحاكوسو داينا إلى مانداللهي. دالكا هدينا جونا نينجوغا وكينيانا وكاملهي. وقدي صومكا صومالي لكن بوصل عاوي بوصل إلي وجرتا وشام عدنكا دالكا كوتالا. شورنال كلي هذا الستاندرد ونيرويا كاسوبا. وهو كقري وركا كان وهو كقري أو يرني كاسو وتن كاسو وابو حروبي أو يهلك وابو سري وعلى نوبة بري ما شيء مقدس سوماليا مركا كهذا السوماليا وين في الجرودي ومن قلب كلا بدو حوي دتك السوماليا هو حق دعتي إلى يصير حكومي كريم ولو قلبك ستحل حويه اربط عرب ديال او دنيال حكومه جرتو اربط عرب ديال او دنيال حكومه جرتو وانا كان قران فيش شد اول وحن كنت لايا صدح لو وطن ودر اسك الله صوالي خلو قيبيو خلو قيبيو وركاس مدهيد حتى انا قران كي انا هاي نكاسو سيدا هلو قيبيو سيدا سو قرن مركاسو ولي لو بلايا وحا كنت لنايا اني لا دال خيغا اني سن ماشي بلاش جوغي عيدو كدبا ايمان بيسي ها سو غوستا واحد ود اما هي سنا سو بها دالك كان قحوتيدا او لغا خيرن هي خريحه قحوتيدا ما حال لو علينيا او لحنا بقولا كنا فيغر كاس نمبر كاسو شيغيا ما كبر دا وسيو أجزاتني من كاسو وركاسة سنة إسكالة إن تاسو نقرأ تورنال كأيوه كقرأي وان هيا يو أنا بحي معنى الحكا وضا حتي فكرة دو بلا بطو وحش دا بحر فكرة دا حيكا بلا وضا حو وطن كانوا فوه ربا دد هل جبه قبير كان حوكا هو وحلا بلاي ولقل العلين ايو حرية تروحي كتب منيو يا قبير لإسكا فوه وأن معناها قبيل كاس ينبشى على جاري وما بودا أقول لها شو بتدد كسر الله إذا هدان حلقة كذي وحكح وصل الله بوح وعن شعر خيال إيش يعني نين قضاء أيا قول اللي قال ما كي لجاري يوم تدرات كل طرنا بقول يوم قال إسماعيل ودم بعد قالوا لعن لو فرها وقبل كقرحي كقاضي يباوه غفور وريان تدقو يدي قطور رمي ها باورك قبل قبل يسوي قرر له رستاكت سنتوخ ذو ذو العبت وكترتيب على فرها مركي لفرها وحاو كريي مرم رجي رضا ويقام بيقانيه عالم كي اللي يقضع لعبتين ويعكين قالوا مين لو ينهي ما قالوا تفكينا شباب كي كبارتين لكن تي هم كنت له حركة ليلة كنت له برعة الرمية أي واديس وامن خدي اللي قالها حلا سوق قبتالي ولا كيرا وحلو عقابي شأن عليهم وحاله يري انت ايش كان ومد ورب اللي هي قبيل كاتا قرا ما تعادله كي ديره ورب رب ليني نم با مركا و اركي سيدا ددك لو ديري يا وحا سودا قرا ما تعادله و هو يري عاو كليه ابدا سياتو غانا لليت عاو كريم أبيان ومحيطا عاو عقابتا لك فكر يا لكن بريتو أبقال لما مرة بميلا إقارسين ميشا سوماني بان هلو لكن حتى تلك وحاوي مركا ولا ريا وحان كنت لنا يا سوماني يا رب ربطا قبلي ربطا ضبي ربطا
dhibaatooyin ka jira waxaa ka mid a nimankaan ashabaabka ah aan ka hadlayno habaarka qaba waxay ku dhex jiraan shacabkii iyo dadkii marka dadka shacabka ah xog ogaan ma aha ma dhahayaan war ninkan daaliba iyo dadku jaraay hala qaba wuxuu gaysan doonayo meeshuu qarxin doonana ma yaqaanaan guryihii bay la joogaan ma sheegayaan wiilkoodii bay u qabaan wuxuu akhriyayana diin bay u qabaan ilaa waxba ma garanayaan dadkii waa ebere marka shacabkiiba waxaa ninka kan yuu isaga dhex noolyahay kan iyo dowladdii kan u danah iyo kan xukumaha dadku ma kala garan karo waxaa marka lagama maarmaan oo loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed in la wacyigeliyo xaqiiqdii dadka cadowgooda in loo sheego oo la wacyigeliyo oo meesha dalku marayo iyo waxay tahay in loo sheegaa lagama maarmaan weyo dadka in la wacyigeliyo yay tahay waxa ugu muhiimsan haddaan dadku xogogaa lahayn dadku meel ma gaarayo ciddii wacyigeliso u istaagtay inay dadka wacyigeliso oo ka kacay saas dhahana waa hubaa culays badan baa fuulaya laakiin maxay noqonaysaa cabir bay noqonaysaa markaan anugu qayliyo oo maxaan ku idhaahdaa wax kale baan ka fakeraya aan ahayn inaan dal soomaaliya la yidhaahdo helo haddii xataa aniga ciddii cadow iihu ay lumiso ama ay khaarajiso cabir bay noqonaysaa ka yimaada shacabku wuxuu weelayaa meeshii sheekada joogtay aakhirkana sidaasay ku soconaysaa oo meel la gaaraya inaynu isku duubnaano oo ogaano waddankeenna innaga inuu ina sugaya keliya haddaynaan u kicinna intaasaa muhiima oo dadku la wacyigeliyo loona istaago waddankii inuu waddan noqdo cid walbaana kaalinteeda ay qaadato kii bannaanka joogaa idinku oo kala qayrada iyo fagaarayaalka caalamiga iyo meeshuu gaari karaba uu kayrada dalkiisa uu ka muujiyo yaa lagama maarmaan ah oo qof walbaaba wuxuu samayn karo uu soomaaliya uu sameeyo si qarannimo loo gaaro intaa ka bacdi idinka unug soomaaliyeed baa tihiin oo meel jooga waxaa aada iyo aad ila quman marka ama aan idin leehaba midnimadiinna iyo soomaalinimadiina adkeeyay isbedelka waktiga waddankan kale iyo waddan dad soo qaxa sibaa ay isu bedelaan qofku inuu identitygiisa yaqaano leeyahay qiimo badan bay ku fadhidaa qof identity aan lahayn oo fir iyo farac meeluu ka yimid aan aqoon oo bani aadam exactly wuxuu lamid yahay qof meel laga helay oo kale oo bani aadam qofku wuxuu u baahan yahay identitygiisa wuu u baahan yahay qofaan aabbiyo hooyo lahayn oo kale noqonaya qofku hadduu identity bea qofku inuu identitygiisa leeyahay identitygana inta badan sumada waxaa u ah qofka dhaqanka salka ah uu leeyahay dhaqankana laba waxba ugu xoog badan baa dhaha waxa dhaqan la yidhaahda diin iyo af baa u xoog badan dhaqanka saldhig waxa u ah diin iyo af diintiinna iyo afkiinna iyo dhaqankiinna iyo identitygiina ilaarsada midnimadiinana ilaarsada ummadda soomaaliyeed inaad u dhawaaqdaan oo qaybtiina qaadataan na ku fakara ummadda soomaaliyeed inaad qaybtiina qaadataan u istaaga anigu warkayga intaabaan ku dhammayn lahaa waa maqlayay da badan oo laygu soo xijiyey laakiin anaaba waxaan rabaa inaan gaboobay waxaan ku garanayaaba duco badan baa iga soo hartay marka anaaba gaboobbaa garanaya ilaahay waxaan ka baryayaa khaaliqulmakhluuq ah oo qadartiisa iyo xukunkiisa ay wax waliba ku socdaan ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda soomaaliyeed ciriiriga ilaahay uu ka saaro ilaahay dowladnimo la-aanta ha ka saaro ilaahay waa gumoobeeno gunnimada ha ka saaro ilaahay qalbigooda iyo wadajirkooda iyo xooggooda iyo diintooda ha mideyn cizi iyo sharaf ilaahu ummadda soomaaliyeed ilaah uu soo celiyo ilaahu intaan culayska u aragno oona dhibayso nooc walbaba leh ilaahu adiga kuma caajis gelinayaan laakiin annaga waa ducafana daciifsatay ilaahu daciifna daciifsaday ilaahu naga dulqaad ilaahu daciifna daciifsaday ilaahu naga dulqaad
عزي يا شرف يا كرامة الله يكون ورشي هذا يؤمننا إلى أن تسوده ويهو برحمته وبلطفه الله ينغده والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.